تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في الحقيقة يعني مثل ما عودناكم في رمضان، نحن برنامجنا يعني مخلينا شوية يعني خفيف سوالف، نطرح في هذا البرنامج مجموعة من المعلومات والمحاور التغذوية الخاصة ب بالغذاء الصحي في رمضان. ولكن قبل ذلك خلونا نرحب بطاقم العمل في البرنامج معنا عبر الإخراج الأستاذة ميثة بن بيات، وفي التنسيق الأخ أشواق مسعد، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف، وأيضا تحيات الدكتورة وفاء عايش اللي بتنضم لنا إن شاء الله مع سير الحلقة. لكن قبل لا نبدأ معاكم حلقتنا اليوم، خلونا نطرح عليكم سؤال اليوم. السؤال يقول: ما هو التطبيق الذي يوفر للمريض دليل شامل عن سجله الطبي؟ هل هو تطبيق أطباء دبي، تطبيق صحتي، تطبيق طفلي، أو شو دكتور آخر تطبيق؟ خلي أنت شو بتقول؟ ما أدري، أنا أختار أنت واحد شيء ما يكون صح. طيب خلينا على ثلاث خيارات عيل: تطبيق أطباء دبي، تطبيق صحتي، ولا تطبيق طفلي. ما هو التطبيق الذي يوفر للمريض دليل شامل عن سجله الطبي؟ ارسلوا لنا الإجابات على الرقم 4006، واللي حاب يتداخل معانا ممكن يتصل على الرقم 600-55-1414. صباح الخير ميثة، وين النشاط؟ أشوف الثاوبين. عموما خلونا ناخذكم بس جولة سريعة على بعض الأخبار المهمة اللي طرحت. يعني أول خبر عندنا: صحة دبي تشارك في دورة ند الشبه الرياضية بمنصة مميزة. تشارك هيئة الصحة بدبي في فعاليات النسخة الرابعة من دورة ند الشبه الرياضية الرمضانية التي انطلقت أمس تحت شعار قدرات لا حدود لها. ودعت الهيئة الجمهور إلى زيارة منصتها الخاصة والتعرف على أنماط الحياة السليمة والاطلاع على مجمل الخدمات الذكية التي تقدمها للجمهور، لا سيما المتصل منها بالصحة العامة والحفاظ على العادات الغذائية الصحيحة. وتوفر الهيئة يعني مثل ما أنتم تعرفون دكتورة وفاء معايا من بداية البرنامج، فهالإزعاج اللي تسمعونه هذا كله من عندها هي. لازم أعمل أكشن يعني دكتورة، خلينا خلص الأخبار برجع لك لا تحاتين. زين عموما، توفر الهيئة عيادة طبية مجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة. يقوم عليها مجموعة من أكفأ الأطباء والممرضين مكونة من 55 طبيب وممرض متخصص لتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية للحالات الطارئة لكافة فعاليات البطولة. من جهتي أوضح معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة بدبي أن مشاركة الهيئة في هذا المحفل الرياضي يهدف إلى نشر مفاهيم الصحة والسعادة في أوساط المجتمع وجعل ممارسة الرياضة الحفاظ على اللياقة البدنية جزء أصيل من حياتنا اليومية، دعما لجهود الوقاية من الأمراض المختلفة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي من أجل مجتمع أكثر صحة وسعادة. اختي أشواق عندنا مداخلة. طيب عندنا دكتورة غنيمة الشامسي، غنية سلطان الشامسي، رئيس مجلس التطوير المهني ورئيس فريق عمل برنامج التدريب الصحي. صباحك الله بالخير دكتورة.
هلا مرحبا، صباح النور أخي. يا هلا دكتورة. الهيئة بدأت باستقبال طلبات التسجيل لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2016. البارحة كنا قرينا خبر في هذا المجال، وهذا التدريب الصيفي تشرف عليه إدارة التعليم الطبي في الهيئة، وأيضا تستهدفون المرحلتين الثانوية والجامعية للتدريب في مختلف الإدارات والأقسام والمستشفيات التابعة للهيئة خلال فترة الصيف. خلينا نتعرف أول شيء على البرنامج، تعطينا فكرة عامة عن هذا البرنامج، وأيضا الهدف من هذا البرنامج، وكيف ممكن الواحد يسجل في هذا البرنامج كذلك دكتورة. إن شاء الله أخ محمود. الفكرة العامة عن البرنامج وأهميته، أن من نشأة هيئة الصحة في دبي تتولى إدارة التعليم الطبي اهتمام كبير ببرنامج التدريب الصيفي، حرصا منها على شغل وقت فراغ الطلاب بما فيه من الفائدة والمتعة، وتماشيا مع تطلع الهيئة في جذب الطلاب والخريجين للعمل فيها مستقبلا، وتماشيا بقيادة تماشيا مع رؤية القيادة بتحقيق السعادة وإثراء المعرفة لدى الطلاب وفي المجتمع. هاي السنة تم إطلاق شعار اسمه سميناه صيفي سعادة ومعرفة على البرنامج الصيفي، وهذا البرنامج مثل ما تفضلت متاح للمرحلة لطلاب المرحلتين الثانوية اللي هو من ثالث إعدادي ناجح رايح أول ثانوي والجامعية، والحصول على التدريب ولمدة 4 أسابيع، يكون في مختلف مرافق الهيئة مثل المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومختلف الإدارات في هيئة الصحة بدبي. طيب خلال هذه الفترة. نعم تفضل دكتورة. شو شروط التسجيل، وأيضا متى آخر يوم للتسجيل في أول شيء شروط التسجيل راح تكون موجودة على الويب سايت، راح نوافيكم فيها. شروط التسجيل أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات أو من حاصلي على المرسوم اللي هو بخصوص الجنسية. جميل. وأن يكون الطالب مثل ما قلت لك المراحل الدراسية الثالثة الثانوية والجامعة ومستقل الثانوية. أيوة. ألو يعني؟ أي شوية راح الصوت عني دكتور، أنت تسمعيني؟ نعم أسمع. تفضلي تفضلي. والطالب لازم يكون مستمر في الدراسة، ولازم يوافينا بكل متطلبات التسجيل من أوراق ثبوتية مثل جواز ساري المفعول، بطاقة الهوية، نفس الشيء سارية المفعول، وخلاصة القيد أو المرسوم بالنسبة لحاملي المراسيم، وصورة عن آخر شهادة دراسية للطالب، أو رسالة استمرارية الدراسة في حال أن الشهادات تأخرت إذا ما طلعت النتائج، وصورة شخصية. جميل. طيب دكتورة، يعني نحن كل سنة متعودين على برنامج حافل بالنسبة لهؤلاء المتدربين، وهذا اللي يميز في الحقيقة يعني برامج التدريب الصيفي في هيئة الصحة في دبي عن غيرها من الدوائر والمؤسسات، فخلينا نتعرف شو اللي مجهزينه حق المتدربين هذه السنة. فعلا احنا دائما نحافظ على ان يكونون مستمتعين في الشغل معنا، ونعطيهم برامج، نسوي لهم اكتيفيتي، نسوي لهم فعاليات. منها اول شيء راح تكون في استراحات لملتقى الاسره اللي هو استراحه الشواب قديما، راح نسوي لهم فعاليات محاضرات توعويه عن الابتزاز الامني، الابتزاز الالكتروني مقدم من شرطه دبي، وعن فوائد الوقف مع الأوقاف. فمسوي لهم جدول حافل، وراح تكون في زيارات ميدانية، وسوينا لهم بعد تدريب على اللي هو إنعاش الحياة، عطيناهم بنعطيهم إن شاء الله تدريب ميداني على كيفية إنعاش الحياة. جميل. دكتورة متى آخر يوم للتسجيل عندكم؟ آخر يوم للتسجيل راح يكون الأسبوع الجاي اللي هو تاريخ 16/6 إن شاء الله. 16/6. نعم. إذا اللي حاب البرنامج راح يبدأ 10/7 يوليو 2016 لين 4/8 أو 4/8 2016. جميل جدا. فاللي حاب يسجل ممكن أنه يتوجه لإدارة التعليم الطبي دكتورة؟ لا، راح يكون التسجيل إلكتروني. عبر زيارة موقع الهيئة اللي هو من خلال www.dha.gov.ae، وهناك راح يكون الإعلان، أو من خلال www.meducation.ae/summertraining. والله أنا أقول يروحون dha.gov.ae أحسن وأسهل حق المستمعين دكتورة. هو عشان ما نتعبهم، فهو كله عن طريق التطبيق الإلكتروني.
من خلال زيارة الويب سايت تبع أي تطبيق دكتورة فيه؟ معنا نحن ما شاء الله كذا تطبيق. أي تطبيق إلكتروني؟ أنا أقصد سوري الويب سايت. الويب سايت دوني يسجلون من خلاله. طيب يعطيكم العافية دكتورة. ما أدري تبغين تضيفين شيء بعد قبل؟ أنا بس بغيت أضيف لك أن هذه طبعا الفترة التدريبية تعتبر إحنا نعتبرها كعمل وراح يكون في مكافآت مالية 2000 درهم لطلاب المدارس و 3000 لطلاب الجامعات. إذن هذه المكافآت هي تحفيزية وليست يعني نحن ما ما نقول أن هي مكافآت مالية. والله بيني وبينك دكتورة المفروض يعني على البرامج التدريبية اللي انتو تحطونها مفروض حتى أولياء الأمور هم يدفعوا لكم رواتب حق فعلا في ناس تحب تكون فولنتير من غير أي عائد مادي. صحيح. لكن هذه كشيء تحفيزي لخلاصة في مجال العمل في المستقبل. بالضبط. ونحن نتمنى لكم التوفيق دكتورة وشكرا لك على هذه المداخلة. إذن كانت معانا الدكتورة غنية الشامسي رئيس مركز التطوير المهني ورئيس فريق عمل برنامج التدريب الصيفي في هيئة الصحة بدبي. ونحن المستمعين خلونا نذكركم بسؤال حلقة اليوم. سؤالنا يقول طبعا اللهم لك الحمد أنا أشوف الإجابات تقريبا كلها صحيحة كلها. شو حلو. أشوف خليني بس أركز. إيه ما شاء الله كلها صحيحة. دليلهم تابعين. إيه يعني إلا اللي يكتب لي يا جماعة الخير اللي يحط لي الإجابة رقم 2 ولا رقم 1 ولا كذا. أنا ترى خربط أحيانا ما بين الترتيب ما أقول الترتيب مثل ما هو. فيكتب لي اسم التطبيق السليم مع اسم الثلاثي. بطلع فاصل إن شاء الله. فبس أذكرهم بالسؤال. السؤال يقول ما هو التطبيق الذي يوفر للمريض دليل شامل عن سجله الطبي؟ هل هو تطبيق أطباء دبي صحتي ولا طفلي؟ أطباء دبي أو صحتي أو طفلي؟ يمكنكم إرسال الإجابة صحيحة على رقم 4006. وأيضا اللي حاب يتداخل معانا بأي مداخلة هاتفية عن موضوع مواضيعنا اليوم أيضا ممكن يتصل على رقم 600551414. دكتورة وفاء عائش بتتواصل معانا من بعد الفاصل ونتكلم عن وايد أمور تهم صحة الإنسان وغذائه في شهر الخير شهر رمضان. فاصل ومرجع لكم. صحة وسعادة. حياكم الله معانا مستمعين الكرام وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا سؤال الحلقة اليوم ما هو التطبيق الذي يوفر للمريض دليل شامل عن سجله الطبي؟ هل هو أطباء دبي صحتي أم طفلي؟ طبعا الإجابة الفائز بيحصل على لوحة ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. يقول في خبر يقول وجدت دراسة جديدة في جامعة جنوب كاليفورنيا أن النظام الغذائي المعتمد على أسلوب يحاكي الصوم بالامتناع طيلة النهار عن تناول الطعام والشراب قد يكون الأسلوب الأمثل للاحتفاظ بصحة سليمة. طبعا قالت صحيفة دوترويت فري بريس لطالما حاول كثير من الناس لسنوات طويلة تجربة الوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية على أمل درء أخطار المرض وتأخير آثار الشيخوخة، إلا أن الباحث فالتر لونغو من جامعة جنوب كاليفورنيا قال إن النهج الذي يقوم على الحد من البروتينات والسكريات يبدو أنه يعرقل عمليات معينة في الجسم وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى مرض السكري وحتى السرطان، وهو أيضا طريق صعب يمكن أن يستنزف صبر وقوة المداومين عليه. وعندما حاول لونغو والباحثون معرفة ما الذي يحدث إذا ما تناول الناس طعامهم بشكل طبيعي، لكن مع كل بضعة أسابيع يجري منع الطعام تماما عن الجسم توصلوا إلى استنتاج يفيد أن خطة الصوم خلال هذه الأسابيع أظهرت نتائج أفضل بكثير من الحد يوميا من البروتينات والسكريات. وعندما طبق فريق لونغو تجاربهم على الفئران في منتصف العمر بعضها كانت تتبع نظاما غذائيا أساسه الحد من البروتينات والسكريات والبعض الآخر تبع نظاما يعتمد على الصوم، وجد الفريق أن المجموعة الثانية عاشت لفترة أطول واحتوى جسد هذه الفئران على نسبة
أقل من الدهون، كما انخفض لديها معدل الإصابة بالسرطان وكانت الخسارة في كثافة العظام أقل، مع العديد من الآثار الإيجابية الأخرى. رأى الباحثون أن أيضا لدى هذه الفئران الصائمة ازديادا في أعداد الخلايا الجذعية، مما يحوي بأن أو يوحي بأن ظروف الصوم الشبيهة بالمجاعة قد قتلت الخلايا الضعيفة القديمة وسمحت للخلايا الأحدث والأكثر انتعاشا بالظهور والنمو. علاوة على ذلك، فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا يعتمد على الصوم شاهدوا انخفاضا في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، وانخفاضا في العوامل المرتبطة بالسرطان ومخاطر القلب والأوعية الدموية. دكتورة صباح الخير. صباح الورد. يعني باخذ تعليقك على هذا الخبر اللي أنا قريته، دكتورة وفاء عايش ومدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، شو رأيك بالخبر؟ تعليقي إجابة طبعا بحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام، بيصوموا تصحوا. نعم فعلا، الصيام يعني هدفه تجديد الخلايا الموجودة في الجسم، هو دورة مجانية، وهذا أساس. وطبعا لما تصوم النوافل بالضبط زي التجربة اللي هم عم بيعملوها، بتساعد على تجديد الخلايا والانتظام. أما من ناحية تعليقهم بالدراسة على أنه الشخص ما عنده استمرارية بيمل كذا، هذا صحيح، لأنه فعلا قديش يستمر الشخص على نظام أو على حمية مدى الحياة. إحنا علشان هيك دائما الآن توجهنا إلى نمطية صحية وليس حمية صحية بس. نمط حياة، نمط صحي سليم مدى الحياة بيعمل لك استمرارية محمود، وبيخلي الإنسان دائما يشعر بالنشاط والقوة، لأنه يأكل الأكل ولكن بصورة صحية، مش ممتنع عن شيء. الآن الصيام النوافل مع ست شوال مع رمضان، إذا حسبتها فهي فعلا بتيجي مثل الدراسة اللي انعملت على هاي الدراسة اللي انت حكيت عنها، وبالتالي أنا وأيدها، لأنه فعلا صوموا تصحوا، وهذا حديث مثبت. يعني والله الفكرة أنا ما بغيت أدخل في جدال إن حديث مثبت ولا ضعيف دكتورة، لكن خلينا لكن نقول إنه في الصوم صحة. أي في الصوم صحة. نعم. جميل جميل. أيضا دكتورة، نحن اليوم ما نفتح المجال لمستمعينا اللي عنده أي أسئلة أو أي موضوع يخص الغذاء، نحن ما ربطنا حلقة اليوم. أنا حأنبسط اليوم ليش؟ هي. حقول على الارس، حقول المشروب وحقول الوصفة. الوصفة اليوم كنت عم بحكي انا وياك على الهواء انه جوجل لما لقوا انه اكثر بحث في شهر رمضان بجوجل، تتوقع شو كان؟ عن السمبوسة. وتاني شيء في جوجل، في جوجل، وتاني شيء عن البرياني. والبلدان اللي كانت أكثر نشاط اليوم سمعتها بالإذاعة كانت على ليبيا، مصر، الأردن، لبنان، الإمارات، على الوصفات الغذائية في رمضان. فجوجل اشتغل بزمة في الفترة بس على الأكل وكيف يعملوا الأكلات. فطبعا يعني الحلو انه لما بدنا نبحث، اتمنى انه نبحث عن طريقة الوجبات بصورة صحية او اصح، لانه زي ما احنا هدفنا محمود، احنا انا معاك بالبرنامج حتى نعطي للناس كيف ممكن ياخذوا الاكل تبعهم بصورة صحية. طيب خلينا يعني نتكلم من خلال الخبر اللي قريته دكتورة، كنا نتحدث عن بعض الأمور الخاصة بالصوم، لكن يا ترى ما هي الفوائد الصحية للصيام بشكل عام؟ شوف، أولا الصيام خلال فترة رمضان، الشهر هذا بيعمل على راحة الأجهزة اللي بداخل جسمنا، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، كونه فيه روحانيات فبيعطيك هدوء، فالجهاز العصبي حتى نفسيا بيكون أحسن. أكيد لما أنا بريح الأجهزة هاي اللي تعمل لمدة 11 شهر، بتطلع منها الشوائب اللي موجودة نتيجة الممارسات اليومية اللي بنعملها. دائما إحنا لما بنطلع العمل أو الطالب بالمدرسة أو الأم في البيت أو كذا، بيطلع شوائب نتيجة للعمليات التي تتم داخل جسم الإنسان، وبالتالي لما أنا بريح هذه الأجهزة بتكون فعاليتها بعد شهر أقوى، يعني زي كأني عملت لها إعادة شحن
خلينا أقول إعادة شحن للخلايا اللي موجودة في جسمي، جددت الخلايا، جددت النشاط، ريحت الجهاز الهضمي، فرصة إنه يعني فرصة لتهذيب الجسم بإنه يتجه للنمطية الصحية السليمة، وهذا اللي هدفنا. طبعا إضافة إلى إنه كتير دراسات أثبتت وتم دعمها بالنتائج إنه الإنسان بعد شهر رمضان، الناس اللي بتلتزم خلينا أقول بالنمطية الصحية، مش الناس اللي بتاخد الطبق الصحي هرمي، الناس اللي تلتزم، الكوليسترول ينزل، السكر ينتظم، النشاط يتجدد، تفكير، حتى بتحس الإنسان تفكيره تغير، أموره الصحية، كان يعاني من ألم مفاصل، ألم بالإيدين، عدم قدرة على كل خلينا أقول الأشياء السلبية بتخف. إذا رجع واستمر في هالنمطية، أنا بضمن لك إنه أموره كتير رح تتحسن صحيا، وحيعيش إن شاء الله أكثر من الفيران معاشه إن شاء الله. يعني هي العمر بيد رب العالمين. خلينا طبعا ناخذ أبو محمد. دكتورة يلا تفضل يا أبو محمد. ألو السلام عليكم. السلام يا هلا. مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك يا سيدي. أبو العمر عندي سؤال، أنا دائما نسمع يقولون إن الصيام يخلص الجسم من السموم، طيب وسؤالي هو هاي السموم من وين جت، وكيف مثلا بعد رمضان ان الجسم يتخلص من السموم؟ هذا سؤالي للدكتوره يعني. اوكي واضح يا واضح يا سيدي، ومنجاوبك بس اذا تسمح لنا بعد الفاصل، شو رايك؟ ان شاء الله ان شاء الله. اوكي دكتور خلينا نطلع فاصل، نذكر بس بسؤال الحلقه اليوم. سؤال الحلقه يقول ما هو التطبيق الذي يوفر للمريض دليل شامل عن سجله الطبي؟ هل هو اطباء دبي ولا صحتي او طفلي؟ للإجابة أرسال رسالة بالإجابة الصحيحة مع الاسم الثلاثي على الرقم 4006، وأيضا نستقبل مداخلاتكم بعد الفاصل على الرقم 600551414. وتفضل يا ميتة. صحة وسعادة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا للمشاركة في مسابقتنا اليوم، والتي جائزتها عبارة عن لوح ذكي من تقدمة إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. السؤال يقول ما هو التطبيق الذي يوفر للمريض دليل شامل عن سجله الطبي؟ هل هو أطباء دبي أم صحتي أم طفلي؟ وطبعا الحمد لله تقريبا ما شفت ولا إجابة خاطئة أبدا، فيمكنكم إرسال الاسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة للدخول في السحب على نهاية الحلقة، يعني تقريبا بعد أكثر من ربع ساعة أو ربع ساعة بالضبط ما نسحب على الفائز. فاللي حاب يشارك ممكن يرسل الإجابة الصحيحة على الرقم 4006، وللمشاركة معنا في البرنامج يمكنكم الاتصال على الرقم 600551414. قبل لنجاوب دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، التغذية السريرية عفوا، خلينا قبل نجاوب على ابو محمد خلينا ناخذ بس هذه المداخله من معانا. الو يا هلا، نتعرف عليك وخبرنا. حسن عيسى وياك. عيسى ونعم العام، وانت بصح. حسن تفضل يا سيدي. حبيبي بس في عندي استفسار، انا بغيت اسال الدكتوره اذا الانسان مثلا كان مواظب على وجبه معينه او وجبتين معينتين في الفطور وما ياخذ الاشياء الثانيه اللي فيها فيتامينات، هل يأثر على شو الوجبتين؟ شو هي؟ على أوكي. الوجبتين هي شو بالضبط؟ يعني ما فيهم كامل يعني الفيتامينات تكون كامل، يعني أشياء معينة. زين مثلاً الخضرة ما أكلها وايد، يعني شيء بسيط منها يمكن في أسبوع مرة. زين أكثر شيء أكل الأشياء. أنت يوم قلت في الأسبوع مرة حواجب الدكتورة ارتفعت فوق شيء. بس أنت تأخذ فطور وغدا وعشاء يعني، وما في أبدا ولا فواكه ولا خضار ولا شيء؟ لا دكتورة أنا من النوع اللي شو مثلا الأسبوع يمكن أكل مرة واحدة خضرة، ولكن الوجبات ما أكون ملتزم فيها، يعني وجبة واحدة في اليوم بس عادي. يعني إيه. وكيف وزنك عيسى؟ وزني وزني تقريبا يعني عندك زيادة في الوزن ولا وزنك تمام؟ لا
ما لأن يوم أروح يعني عند الدكتور يقول لي وزنك يعني ما في له له فوق ولا هو تحت، ساعات يكون نازل ساعات مرتفع، يعني ما في يكون على وزن. أثنى طولك ووزنك يا يسر؟ طولي تقريبا 165. والوزن؟ الوزن 55 ل 51 ساعات 49، يعني ما في يعني كل عيسى بارك الله فيك، كل كل بارك الله فيك لازم تاكل. عموما اتمنى لك الصحه والسعاده ان شاء الله عيسى وتسمع الدكتوره. طيب دكتور قبل لا ناخذ اجابه عيسى خلينا نتكلم عن ابو محمد. ابو محمد كان يقول من وين تاتي هذه الشوائب والسموم اللي المفروض الجسم يتخلص منها؟ طيب الانسان عاده مجرد ما ينش من الرقاد ويبدا يومه تبدا عملية الأكسدة للخلايا داخل الجسم. عملية الأكسدة بيطلع منها شوائب، وهي الشوائب اللي إحنا بنتكلم عنها، يعني التفكير، السواقة، الأكل، الحركة، العمل، النوم، كله بيفرز، بيكون في عمل، يعني إحنا نايمين بس العمليات في جسم الإنسان مستمرة، وبالتالي بيطلع منها بيصير في أكسدة للخلايا. الخلايا هاي لما بتصير أكسدة بتطلع جذور حرة، إحنا بنسميها جذور حرة أو شوائب. الكلى والكبد بتعمل على تصفية الجسم من الشوائب، وتعطينا خلينا نقول هي بتعمل على تنقية الجسم من الشوائب. لكن إذا الإنسان لم يكن أكله في زي مثلا عيسى ما بيأكل خضار اللي هي مصدر رئيسي للفيتامينات والمعادن التي تعمل على تخفيف أكسدة الخلايا، يعني لو حتى تأكسدوا وأنت بتاخد الفيتامينات من الخضار أو الفواكه، وخصوصا خمس حصص في اليوم يعني لازم ياخد الشخص، عملية الفلترة خلينا نقول التنقية ما بتكون سليمة عيسى. وبالتالي لأبو محمد الشوائب هاي إجباري تطلع، الذكاء إنك أنت تعمل على تقليل نسبة الشوائب بتفعيل الجسم، إني أنا أخذ الأشياء اللي بتزيد المناعة، بمعنى اللي هي اللي بنسميها إحنا المايكرو نيوترينز اللي كمياتها قليلة ولكن مفعولها كبير، مثل الفيتامينات والمعادن اللي إحنا بتيجي عن طريق الفواكه، الخضار، الحبوب الكاملة، الألياف، كل هاي بتعطيني تحسين وتحصين للجسم، تحسين لفعالية الأجهزة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، وتحصين إنه أنا أكسدة الخلايا عندي بتقل والشوائب اللي تكلمنا عنها بتقل. لكن شوائب طالعة أبو محمد، مجرد إنك تصحى من النوم بتبدأ أكسدة الخلايا، وأي شيء بتعمله بيطلع جذور حرة. إحنا بنحاول دائما نتمنى للناس الصحة يعني. طيب أنت جاوبت على السؤالين تقريبا دكتورة. نعم. زين أنا عيسى يعني غامضني. لا يعني عيسى حتى لو أنت ما بتحب الفواكه الخضار بالمرة، حاول تعوضها عن طريق الفواكه، حاول تاخد ألياف، حبوب كاملة، الخبز يكون كامل، لازم ياخد الفيتامينات والمعادن. وإلا هلأ إذا عمره وباين من صوته أنه عمره صغير في السن، لكن بعدين حيحس في مشاكل. وإحنا دورنا بصحة وسعادة معاك أنا وكل الضيوف اللي بيجوا أنه نفعل عملية أنه يا جماعة حصنوا أنفسكم بالتغذية السليمة، لأنه هي شيء بسيط ما فيها مبالغ. المبالغ بتيجي لو أنت لا قدر الله مرض، وإحنا هذا نمنعه. جميل. طيب دكتورة خلينا نرجع على موضوعنا، العادات الغذائية الصحية والسيئة في رمضان. يا ترى هل العادات السيئة قد تكون سبب رئيسي في السمنة؟ يعني ممكن رمضان الواحد يزيد وزنه في حين أنه يفترض أنه وزنه يقل. شوف هو المفترض أنه اللي وزنه ثابت أو صحي يتم صحي وبالعكس يصير أحسن. واللي عنده زيادة وزن بسيطة إذا ارتقى رمضان وصيامه بصورة صح، أنا بأكد لك أنه حينزل وزنه. المشكلة الآن إحنا نتسابق في العزائم والولائم، وحتى يعني الكرم مش بتعدد الوجبات، أنت فيك تعمل طبق واحد حتى ما تحير ضيوفك، وبالعكس ركز أنه تكون السلطات، نوع في السلطة، بالعكس كل ما نوعت في السلطة
انت ضمنت انه الناس اللي عندك جاي عمالها بتاخد اكبر عدد ممكن من نقول الفيتامينات الجيدة. وفي سلطات ما بدي اقول لك رائعة باشكال مختلفة, في سلطات حتى فيك تضيف عليها الفواكه اللي موجودة, يعني في الانسان يلعب بالشوربة بالسلطة الاشياء اللي هي مش دسمة. وإذا أنا حبيت أني أنا أعمل مثلا عندي ناس ما بيأكلوا لحم, ناس ما بيأكلوا دجاج من اللي أنا عازمينهم, أول ما أبدأ زي ما دائما بنتكلم محمود نبدأ بالتمر, الماي, اللبن, السلطة, الشوربة, الشوربة, السلطة, وبعدين نجي للطبق الرئيسي. لو عمل هذا التسلسل أنا بضمن لك أنه ما حيصير في مشاكل. حتى لو راح للطبق الرئيسي وكان في أكثر من طبق بياخذ معلقة كفشة كفشتين, ما بياخذ أكثر. ولكن إذا الإنسان ما تسلسل في العملية هاي صدقني حيهجم على الأطباق الموجودة وحيسبب تلبك. الإنسان بعد صيام 17 ساعة وراحة للجهاز التنفسي والهضمي وتيجي أنا أكب عليه مرة واحدة الأكل, كل الدم والهاي بينزل في المعدة وبصير فيه خمول وكسل إذا أنا ما تدرجت وما كان عندي مش حساب. أنا ما بقول احسب ولكن كل منطقي في عملية انتقاء الأكل, يعني التدرج جيد, التنوع كمان جيد, يعني ما أضلني مركز على اللحمة. اللحمة إحنا ما بدنا إياها أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع. ناخد دجاج, ناخد سمك, ناخد يوم خضار فيجيتيريان, يعني بمعنى هريس فري بدون اللي هو اللي احنا بنسميه فريكي بالخضار, ممكن ياكلوا مثلا جدرة, يعني نوع. كل ما نوعت كل ما انت حصلت على الفوائد اللي ربنا خالقها ومعطينا اياها. جميل. خلينا نذكر دكتورة بسؤال الحلقة اليوم. سؤال الحلقة يقول ما هو التطبيق الذي يوفر للمريض دليل شامل عن سجله الطبي, هل هو أطباء دبي ولا صحتي؟ شلينا طفلي. لاحظت. زين, فهل هو أطباء دبي ولا صحتي؟ اللهم لك الحمد لين الحين ما شفت ولا إجابة خاطئة. دكتورة شو رأيكم في شرب كوب من الماء قبل الفطور, يعني قبل لا تاكل؟ ما يسوي, لازم يأذن عقب تفطر. بالضبط. لا سوالف, هو يقصد يعني أول ما يبتدي في الفطور يشرب كوب من الماء قبل لا ياكل, قبل لا تاكل تشرب ماء وبعدين تبدأ في الفطور. رائع. زين يعني بس ولا ما يكون بارد كتير. أيه. وياريت تضيف عليه ليمون, زنجبيل, نعناع, نوع, خيار, حط عليه قبل الفطور بخمس دقايق, قبل ما يقدم بخمس دقايق بالكوب تبعك حط عليه عصرة ليمون أو حط عليه سلايس ليمون مع شوية مثلا يوم خيار يوم زنجبيل يوم برتقال. ليش؟ لأنه عم بتضيف الأكسجين عليه زيادة, فلما أنت تاخده بدرجة حرارة معتدل لا بارد بس مش مثلج, انت بتفعل الجسم وبتهيئه لانه, وبعدين بيعمل مساحة فما بتاكل اكتر اكيد. طيب في رسائل كلها, شكر لك دكتورة. الله يخليك. وايضا محمود ممكن اطلب طلب؟ ممكن الناس اللي دخلوا على التطبيقات تبعت الهيئة يعطونا تجربتهم؟ زين. احنا حابين هيك نعرف شو شعورهم. يا ريت تعطونا هي الفيدباك مالكم يا جماعه الخير اللي نزل التطبيقات مالت الهيئه, خلونا بس نعرف شو اللي تحتاجونه اكثر من خلال مداخلاتكم ولا حتى من خلال رسائلكم. دكتوره ناخذ مداخله وبعدين ناخذ مشروب اليوم او العرقسوس. سالم تفضل. السلام عليكم خويي. يا هلا. مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك. تفضل يا سيدي. كيف حالك دكتور عادل؟ يا مرحبا. ان شاء الله. بس عندي استفسار, انا بصراحه من النوع اللي يعني احبط الاكل. تلخبط. يعني احط كل شيء فوق بعض واكل عادي. ابغي استفسر عن الموضوع, شو خبرني شو تسوي سالم بالضبط, خبرني. مثلا اي وجبه قدامي كذا وجبه يعني احطها كلها فوق بعض وكلها يروح مكان واحد. اي صح. اختصر الموضوع. تمام يا سالم. تمام. لا بس سؤالي لسالم. سالم انت بعد ما تاكل ما تحس انك بترقد؟ صراحه انا يعني انسان رياضي فما فتروح الرياضه انت ضامن. انا اذا احس بالكسل يعني احاول اني اتحرك. طيب سؤال, لما تروح تلعب رياضة انت بتعملها مباشرة بعد الاكل اللي انت عملته هذا اللي دخلته كله مرة واحدة؟ لا مستحيل. اي مستحيل. سالم عندك نفخة في البطن عقب الفطور؟ يعني بسيطة جدا. زين مش طيب. تمام.
طيب واضح عندي استفسار ثاني بس تفضل سهل تفضل ممكن عن خارج الموضوع بس بخصوص جهاز السكر مرة طرحت الموضوع أنت جهاز السكر الجديد اي من على لغير المواطنين كيف أقدر أحصل على الجهاز هذا جميل إن شاء الله فالك طيب أو حتى أو إذا بنشتري الجهاز يعني حاضر حاضر يا سيدي جزاك الله خير. اوكي سيدي جزاك الله خير يا سالم. طيب اسمح لي بس ارد على موضوع السكر. جهاز السكر هذا مثل ما يعني استضفنا مجموعه من الاطباء المتخصصين في هذا المجال الدكتور علي السيد اوضح ان هذا الجهاز يصرف للمواطنين من خلال مستشفى راشد او مستشفى لطيفه او من خلال مركز دبي للسكري يصرف ولا يوزع يصرف مجانا للمواطنين. دكتور علي السيد ذكر أن الراغبين ممن لا تنطبق عليهم الشروط سواء كانوا مواطنين أو وافدين بالإمكان أنهم يتوجهون لأحد المستشفيات يعني ويطلبون من الصيادلة هناك أو من الطبيب أن يطلب لهم هذا الجهاز وبيدفعون قيمته على حسب ما هم يقولون. فممكن يتوجه إلى الطبيب اللي يراجع عنده في الهيئة ويقول له أنا أبغي هذا الجهاز ممكن شو اسمه يوفروا لي لكن بمبلغ مالي أنا ما تحضرني ما يحضرني المبلغ لكن أعتقد معقول المبلغ. طيب تفضلي دكتورة. أظن كمان يمكن موجود في الصيدليات برا أتوقع يمكن بعدها لأن أتصور الجهاز يعني بيكون متوفر في كل مكان خلال فترة قريبة. تفضلي دكتورة خليني أرد على سالم وأيضا مناخذ مشروب اليوم على السريع. سالم بالنسبة لأنه أنت عمالك تأخذهم مرة واحدة فأنت تربك الجهاز الهضمي هلأ كمان بما أنك يعني كمان صوت سالم إحنا أنا ما سألته عن عمره بس باين أنه شاب في مقتبل العمر الله يعطيه صحة يا رب. لكن سالم الآن أنت عندك الجهاز المناعي قوي لكن فيما بعد قد يسبب لك حرقة بالمعدة التجاع في المريء تلبك في عملية الهضم ما بنصح. إضافة للنفخة ياريت تأخذ البكتيريا الجيدة البروبايتك ابدأ بالزبادي بالروب تسلسل زي ما حكينا من بداية أول يوم واليوم وحنستمر نتكلم تمر ماي مثلا تمر أو تمر ماي روب شوربة سلطة بعدين الطبق الرئيسي. أنا متأكدة ساعتها حيصير عندك انتقاء في عملية الأكل وحتختار وتعرف كيف تختار ما تربك المعدة لأنه فعلا هذا سيؤدي سلبا فيما بعد. طيب نحن إجابة السؤال اليوم ما هو التطبيق الذي وفر دليل شامل للمريض عن سجله الطبي هو تطبيق صحتي. من وقف استقبال الأسئلة أو الإجابات وأيضا راح نجري السحب. دكتورة عطينا المشروب اليوم على السريع. طيب العرقسوس عرف من الأطباء المصريين من زمان كانوا يضيفوه على الأدوية عشان يغيروا طعم المرارة الموجود يحسن له منافع كتيرة بيحسن العلاج السعال الجفاف الربو أفضل من إحدى أكثر المشروبات الرمضانية من 4000 سنة موجود هذا المشروب وبرمضان كتير مشهور في نسبة عالية من البوتاسيوم المغنيسيوم الناس اللي عندها نقص في المغنيسيوم طبعا أمراض الصدر أمراض القحة عسر الهضم الأمعاء المعدة الجهاز الهضمي مشاكل الكبد الجهاز المناعي كلها بيأثر فيه. سهل عمليته سهل جدا في صنعه مجرد أنك أنت بتحط العرقسوس بتضيف عليه معلقة بيكربونات الصوديوم بتتركه فترة وبعدين بتصب عليه الماء بالتدريج وبتشربه فقط تحذير للناس اللي عندهم الضغط. أنصحكم ما تاخدوا العرقسوس بكثرة ممكن تاخدوا فنجان صغير إذا أنتوا بتحبوه كتير لأنه بيرفع الضغط بصورة عالية فالناس اللي عندها ضغط دم أو عندها أمراض قلب ما ننصحهم إنهم ياخدوا العرقسوس بكثرة فقط مقدار فنجان قهوة صغير. أتمنى يعني أكون بسرعة كفاية أني حكيت المشروب ممتاز جدا إن شاء الله. طيب. بكرة عندنا مشروب تاني بإذن الله. بكرة أنت بروحك تعالي لا يا يوم الأحد وإجازة سعيدة للكل نتمنى إجازة سعيدة للجميع. دكتورة في موضوع الغازات أن تكثر في رمضان يا ترى ما هو الأنسب حل لتفادي الغازات؟
طيب اولا لما انا باخذ السلطه قبل الاكل فانا عملت كميه كافيه من الالياف، الالياف بتخفف الغازات. اثنين، ابتعد اذا انا اصلا طبيعتي عندي غازات، احاول لو انا مثلا من عشاق شوربه العدس اللي بتعمل فعلا نفخه اضيف عليها الكمون، الكمون او الكمن بيعمل على اذابه الغازات او انه تختفي. ياخذ معلقه كمون اذا هو اصلا صار عنده غازات، انا عم بحكي الطريقه التغذويه. ياخذ البكتيريا الجيده البروبايوتكس مع الاكل عن طريق لما تكلمنا اذا كانت طبيعيه عن طريق اللبن او عن طريق الالياف اللي احنا حكينا عنها لما بياخذها مع الاكل. ابتعد عن اذا انا بدي اخذ شوربه عدس احاول الطبق الرئيسي ما يكون فيه لا زهره ولا ملفوف ولا قرنبيط، يعني احدد او اخلي الكميات الاكل اللي بيعمل غازات ونفخه اني اخليه اخر شيء واخليه نوع واحد، يعني ما اخذ شوربه عدس واخذ حمص واخذ فول واخذ مثلا ملفوف وزهره، عملت قنبلة ذرية داخل الجسم، وبالتالي لا أخفف. إذا بدي أخذ عدس أخذ معها كمون، إذا بدي أخذ ملفوف أخذ معها كمون، معلقة كمون مع الأكل بتخفف الجرفة الميرامية، المشروبات اللي بتعمل على تخفيف الغازات في الجسم. جميل. إذن كانت حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن العادات الغذائية الصحية والسيئة في رمضان، لكن أشوف وايد تكلمنا عن العادات السيئة أكثر من العادات الصحية. بس إذا بتحب مرة منخصص للنفخة والغازات كيف النظام اللي يكون زين. اسم الفائز معانا عادل، أعطيني عبد الله يعني سالمين، عادل عبد الله سالمين، ألف مبروك فاز معانا ب عادل عبد الله علي سالمين. ان شاء الله عادل عبد الله علي سالمين فاز معانا بجهاز لوح ذكي مقدم من هيئة الصحة بدبي إدارة تقنية المعلومات. ألف مبروك مستمعينا، إن شاء الله نحن نتواصل معاكم يوم الأحد القادم وعندنا جوائزنا مستمرة. دكتورة في سؤال يقول حد تواصل وياي؟ نعم. لا هذا خاص بالبث المباشر. صباح الفل، برنامج شيق، ماذا عن فوائد الدوم؟ الثوم؟ الثوم أعتقد يقصد. إيه ثوم يمكن. إيه. بده حلقة. الثوم والبصل يا خلاص إن شاء الله يوم الأحد صدقني حجاوبك بالتفصيل، لأنه الثوم لحاله رائع من الزنبقيات اللي له فائدة في مناعة الجسم والآن حتى لعلاج السرطانات، الله يعافينا جميعا. آمين يا رب. دكتورة يعني أنا مرايي لا تنصحينهم وايد يأكلون ثوم على الفطور لأن يون يأذونه في صلاة التراويح. لا إحنا حنقولهم كيف يأخذوها بحيث إنها ما تعمل رائحة. زين ممتاز ممتاز. طيب أيضا في سؤال، لا هذه بعد كذلك البث المباشر. طيب دكتورة بما أن عندنا دقيقة يعني ونهاية أسبوع عندنا، فخلينا نعطي المستمعين نصيحة نهاية الأسبوع نسميها. بما أنها إجازة ونهاية الأسبوع أتمنى أنكم ما تلخبطوا بالأكل، وأتمنى أنه نلتزم بالكلام اللي تكلمنا عليه في بداية الأسبوع، يعني التدرج بالأكل حتى لو معزوم. أنا متأكدة اليوم جمعة وسبت حيكون في عزائم كثيرة. إجازة سعيدة وحددوا الأكل تبعكم إن شاء الله. دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي، شاكرين لك تواجدك معنا ونتمنى لك التوفيق، وأدري أنك أنت مستعجلة عندك محاضرة. نعم. فتوكل على الله. شكرا. خلينا نختم البرنامج مع الجمهور. إذا مستمعينا نذكر باسم الفائز معانا عادل عبد الله علي سالمين، ممكن أن الجماعة في التنسيق بيتواصلون معاك بعد الحلقة، وأيضا نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، العزائم بتكثر في الويكند، فهلا هلا مثل ما يقول الزميل منذر مزكي، فبطنكم يعني خفوا عليه شوية، لا تحطون الأكل فوق بعض. مستمعين عندنا اليوم ما شاء الله كلهم مع السلامة دكتور، بعدش انت هني. عموما انزين خلاص نختم، أظني نختم. إذن مستمعينا أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة،
أتوجب الشكر الجزيل لمخرجتنا ميثا بنبيات، وأيضا الشكر للتنسيق كانت معنا اليوم أشواق مسعد، وأيضا شيمة تناك بعد كانت موجودة، وأيضا هذه تحيات فريق الإعداد وقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وكل الشكر للمخرج عيسى سبيل دخل علينا الاستوديو ويقول لي يلا اختم، فنلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.